نعم، مود القول أن هناك تحركات عسكرية مكثفة من جانب الحكومة الصومالية لتهجيم الدور الذي تقوم به حركة الشباب الصومالية، وهي أحد أهم وأخطر الحركات الإرهابية الخطرة في المنطقة الأفريقية بشكل كامل. هي تأسست في عام 2004 وكانت تشكل حزبا لتنظيم القاعدة، تتبع في الأيديولوجيا وفي التنظيم والعمل لتنظيم القاعدة، ثم انخرطت في العمل المسلح داخل الأراضي الصومالية. ربما التغيرات التي شهدتها البلاد خلال الفترات الماضية، يعني خلال العقدين الماضيين، ساعدت بشكل كبير على تنامي نشاط الحركة وطبعا العمليات الخاصة بها، خاصة أنه لا توجد حالة استقرار سياسي أو أمني في البلاد، كذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية ظروف صعبة تساعد كلها على نمو ونشاط الحركات الإرهابية. النقطة الأهم أنه على مدار العامين الماضيين كثفت الحكومة الصومالية من العمليات الأمنية التي استهدفت حركة الشباب بشكل أساسي في عدة مناطق في الصومال، بعدما قامت الحركة بعمليات إرهابية استهدفت المدنيين واستولت على الأموال من الأسواق، وأيضا قامت بخطف عدة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأيضا مواطنين، وطلبت ذويهم بفدية كبيرة. لذلك تحركت الحكومة الصومالية، تدعمها طبعا بعض الدول الشقيقة سواء الدول الأفريقية أو الدول أو القوى التي تمثل، يعني ترى في هذا التنظيم خطرا على مصالحها، وبدأت حربا ضد هذه الحركة. ولكن نتساءل في هذه النقطة التي ذكرتها فيما يخص استغلال حركة الشباب الإرهابية للوضع الأمني وانشغال في السياسة، إلى أي درجة يمكن للحكومة إسكات هذه الجماعات من أجل عدم التدخل بالشؤون السياسية في المرحلة القادمة؟ تحجيم الحركة في هذا الوقت ليس أمرا سهلا بالمرة، هو أمر يتطلب أن يكون هناك دعم دولي لحكومة الصومال التي تعاني الكثير من الأزمات الاقتصادية والمالية التي لن تمكنها من وجود رد قوي ومواجه ومساوي لما تقوم به هذه الحركة، التي تجمع الأموال من خلال السرقة والنهب أو الاستيلاء على أموال المواطنين وأيضا الاستيلاء على موارد الدولة لتغذية أنشطتها. وبالتالي فإن مسألة القضاء عليها تتطلب أكثر من شرط. أولا أن تكون الحكومة مستعدة وأن يكون الأمن لديه قدرات عسكرية واستخباراتية. لكن هل لدى الصومال اليوم الإجراءات الأمنية الكافية لمواجهة هكذا خطر؟ ربما الصومال تحاول أن تصل إلى مرحلة الإجراءات الكافية، ولكنها حتى الآن يعني هناك هجوم يحدث من حركة الشباب يتم الرد عليه بعملية أمنية، ربما العمليات الأمنية تجدي نفعا كبيرا، ولكنه لا يعني لا يضاهي حتى الوقت الحالي فكرة القضاء نهائيا على تنظيم حركة الشباب الإرهابية أو المنظمة الإرهابية التي تتبع تنظيم القاعدة. ربما نحتاج كثير من الجهود، كثير من التمويل، وكثير أيضا من الدعم للحكومة والأمن الصومالي من جانب كافة الدول، سواء على مستوى الاتحاد الأفريقي أو على المستوى الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة. لابد أن يكون هناك معرفة بالدور الذي يجب على هذه الدول القيام به لدعم حكومة الصومال لمواجهة هذا التنظيم، مثلما فعل المجتمع الدولي في تنظيم داعش وقدم دعما للدول التي عانت من هذا التنظيم مثل سوريا والعراق، وتم إلى حد ما السيطرة على تنظيم داعش، ربما يعود الآن مجددا، ولكن هناك عمليات استهدفت التنظيم في معاقله الرئيسية. هذا ما يجب أن يحدث مع حركة الشباب الصومالية، لأنها بدأت في التنامي بشكل كبير وأفرعها بدأت تنتشر في كافة البلدان الأفريقية. ربما أيضا كينيا شهدت بعض العمليات التي تتعلق بحركة الشباب، يعني هناك عمليات على الحدود خارج نطاق دولة الصومال. باختصار أستاذة رشا، هل تتوقعين أي هجمات متوقعة من قبل حركة الشباب الإرهابية قريبا؟ نعم. في موعد الانتخابات؟ نعم. سيما أنها لطالما تقوم بحركات دقيقة وفي أوقات معينة. نعم، أتوقع أن يكون هناك ردا على التحركات التي تقوم بها الحكومة الصومالية، ربما يتزامن هذا مع موعد الانتخابات. ونود الإشارة إلى أنه كان هناك تصريحات من بعض قيادات الحركة هددوا
باستهداف المقار الانتخابية بالتزامن مع الانتخابات الصومالية. إذن مخاطره لا تزال قائمة في فترة الانتخابات القادمة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذة رشا عمار، رئيسة تحرير موقع العربي ستريت، كنت معنا مباشرة من القاهرة.